صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا سيدي يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي عليها محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس رقاد فهوم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه ويشيب فود الطفل منه فيهرم يلقي العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم فعسى أنال من التراج مواضيا تسدي عليهن الدور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلام به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل من؟ قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم متحير لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم فمشت أم به العراق نجائب مثل النعام به تخب وترسم متعطفات كالقسيم وائلا وإذا ارتمت فكأنما هي أسهم حفته خير عصابة مضرية كالبدر حين تحف فيه الأنجم ركب حجازي بين رحالهم تسري المنايا أنجد أوتهم طوح الحادي والظعن هاجب حنين وزينب تنادي سفرة القشرة علينا صدت لكافلها شديد العزم والباس شمر أردانك والزم الهودج يا عباس شن أعاين هرزية شيب الراس ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة قالها عيناك لا تهيجيني ولا يدش في قلبك الخوف أنا ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف لكن بس طلبي من الله يسلم لي هل تفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابونا صح تعرفك بالحرب يا اخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مجري شوافي يا ولي رد الخيل لو هجمت علينا وهلت دموع العين من حاج الظن صاح عباس قايدها وحادي الطرماح بهالحال وهي تصيح عزي يا خلق راح وحسين قدام الظعن يمشي بسكينة وكيف كانت العودة قال من كربلاء ساق الظعن كلهم أعادي شمر الخنقايد وزجر الرجس حادي مرت وهي تستر وجهها بالايادي وصاحت يا قايد ناقتي عنك مشينا
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تشكل التسلسل الثاني والثلاثين من سورة الحج، والكلام على مقاطعها الشريفة يستدعي منا تأمل، ولكن في الحقيقة والواقع لا يسمح لنا الوقت بأن نتكلم على جميع مقاطع هذه الآية، ذلك لأن المآتم الحسينية متسلسلة متناسقة، ولا نريد أن نضيق على الآخرين كما أشعرنا البعض. والمآتم كلها يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يعمر مأتم دون مأتم، بل ينبغي أن تكون الإفادة والاستفادة موجودة، لكن إذا حصل التناسق، لأنه إذا لم يحصل تناسق يكون تناحر، وهذا ما لا يرضى به الله ولا رسوله ولا أهل بيته. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم لوجهه خالصة، لأن يا أخي العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله لا قيمة له. إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، وهذه أعمال صالحة. ولا أريد أن أطيل في الكلام، وبما يتيسر لنا نتكلم فيه من مقاطع هذه الآية. الآية الكريمة تقول ذلك إشارة، يقولون أهل اللغة العربية، إلى البعيد، يعني إلى ما تقدم، يعني أكو آيات متقدمة الآية الكريمة تشير لها. ذلك ومن يعظم، من يعني الذي يعظم شعائر الله. الشعائر شنو معناها؟ الشعائر مفردها يقولون شعيرة. الشعيرة ايش؟ يعني العلامة، السمة. العلامة يسموها شعيرة. وشعائر الحج معالمه ومناسكه وأعلامه، هاي شعائر الحج. فكو عندنا مشاعر، شعائر، وعندنا مشاعر. المشاعر مفردها مشعر، وهو الموضع الذي تؤدى فيه مناسك الحج، وإنما سميت مناسك الحج شعائر لأنها تشعر بما جعلت له. وأشعرت البدن، يعني أعلمت بأنها هدي. والمنسك موضع العبادة، والنسك العبادة، أو أنه عبادة الذبح،
يقال نسك ينسك يعني تعبد، والنسيك الذبيحة. النسيك الذبيحة. بعض علماء اللغة يقول لا، الشعائر مفردها شعيرة بالتصغير، مو شعيرة، شعيرة. ليش سميت شعيرة؟ قال لأنها تلصق الشعر بالبدن. المراد منها هنا شنو يعني؟ المراد منها هنا الأمور المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. الصلاة ترتبط بالله، الصيام يرتبط بالله، الحج يرتبط بالله، الزكاة ترتبط بالله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتبط بالله. كل ما يرتبط بالله نسميه شعيرة، وجمعه شعائر، وهو عام يشمل ما ورد فيه دليل خاص، مثل شنو؟ مناسك الحج، هذا ورد فيه دليل خاص، وما ورد فيه دليل عام كالمدارس الدينية التي لم تكن موجودة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإنما تشملها الأدلة العامة. وفي الحقيقة أن شعائر الحج أو مناسك الحج ليست في الحقيقة والواقع أعمالا وطقوسا شكلية كما يتصور الآخرون، وإنما هي ترجمة لأسرار هادفة تهدف إلى إيش؟ لصقل الإنسان وتربيته على الطاعة والنظام. لأن يا أخي شو العبادات كلها، مو بس الحج، سواء كانت مستحبة أو واجبة، تربي الإنسان على الطاعة والنظام. الكون كله منظم، والإنسان كائن من الكائنات، لابد أن ينظم. هاي العبادات تنظم، لولا هذه العبادات ما كنا منتظمين أصلا. يعني ما نكون معتدلين، يعني ما يعتدل خطنا، يعني ما يعتدل سلوكنا. ولذلك تشوف الذي ما عندهم عبادات ما عندهم انتظام أبدا، واللي يقول لك منتظمين هذا معتوه. ترجمة لأسرار هادفة لصقل الإنسان وتربيته على النظام والطاعة. فتلك الطقوس والممارسات الظاهرية تستهدف مضمونا وعمقا وحقائق كبرى ومعاني سامية، وإلا يتحول الحج إلى حركات آلية لا روح فيها. يتحول الحج إلى شعارات ميتة، يتحول الحج إلى أدعية ترددها الحناجر لكن ليس لها هدف ولا مضمون. فإذا المناسك، مناسك الحج كلها عبادة، كلها ارتباط بالله، كلها إقبال على الله، وهي ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق هدف. شنو هذا الهدف؟ وسيلة لتحقيق هدف، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وإحياء القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا معنى. المعنى الثاني، يذهب أهل الرأي الثاني إلى أن المقصود من الشعائر البدن، الإبل يعني المبدنة بالسمن، وتعظيمها استسمانها واستحسانها،
وأشعرت البدن إذا أعلمتها بأنها هدي لله عز وجل. شو تسوي بها؟ يعني يشق سنامها من الجانب الأيمن. لأن يا أخي الإشعار بالحج، الحج طبعا على ثلاثة أقسام. الحج إفراد وقران وتمتع، ولكل فرد من هذه الأفراد إشعار. إشعار السائق، إشعار المقرن، يعني إذا ودع إلى إبل نياق مثلا وحدة اثنتين ثلاث أكثر. إشعار شنو؟ يعني يعقد الإحرام به، يشعر يعني يشق سنامها من الجانب الأيمن. هذا التعظيم، تعظيم شعائر الله عز وجل بهذا المعنى. أشعرت الهدي أي أعلمت، فعليه أن يشق سنامها من الجانب الأيمن. والمهدي مندوب إليه، أو مندوب إلى ما هو أعظم وأسمى، يعني يقدم كل ما هو أعظم وأسمى إلى الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومهما، أو لحومها ولا شحومها، وإنما هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أكو عندنا ملاحظة جديرة بالتوقف، وهو أن العطاء لله عز وجل يجب أن يكون من أجود ما يكون عند المعطي. يعني إذا أردت تقدم شيء لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هذا العطاء من عندك من أجود ما تملك. لأن بعض الناس يبحث عن الرديء والعياذ بالله، يقدمه لوجه الله قرب إلى الله. ليش؟ لأنه استغنى عنه، لأنه لا يستسيغه، لأنه لا يتلائم معه. تشوفه مثلا عنده ثياب استغنى عنها، ما لها قيمة، وش لا يوديها الفقراء، انطيها قربة إلى الله. عندما مثلا أشياء أخرى لا يستسيغها يقدمها لوجه الله. يبحث عن الرديء، يبحث عن الغير الصالح ويقدمه لوجه الله. والحال أن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، هذه زكاة مالي، زكيت عندي تمور، طلعت الحق مال الله، شوش كثر يصير من التمر جبته لك؟ هذا سوى، هذا انتقى الحشد، انتقى الرديء من التمر الذي ما يريد. جاب للنبي قال له: هاي صدقة مالي، أي الزكاة مالتي، وزعها. طلع النبي صلى الله عليه وآله، أخذ قبضة من التمر، التفت إلى أصحابه، قل لهم: لو أن هذا الرجل أعطى هذه التمور لأبيه وأمه، هل يأكلانها؟ هذا التمر الرديء والحشد، لو قدمها إلى أبوه وأمه يأكلونها هاي؟ قالوا: لا يا رسول الله، لأنها رديئة، لأن فيها حشد، وربما يمتنعان من أكلها. قال: ماذا يتصور هذا الرجل؟ هل أن الله أهون عنده أو عليه من أبيه وأمه؟ إذا أمه وأبوه ما يأكلونها، شلون يقدمها إلى الله؟
يجب أن يعطي من أجود ما يملك. الرأي الثالث يقول لا، يقول عنا الآية الكريمة لما تقول ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر معالم دين الله والأعلام التي نصبها لطاعته، ولعل هذا المعنى هو الأقرب والأصوب والألصق والأجدر بالآية الكريمة. الشعائر معالم دين الله والأعلام التي نصبها لطاعته جل وعلا. زين، شنو تعظيمها؟ قالوا تعظيمها بالالتزام بها وتحقيق أهدافها. يعني مثلا افرض الصلاة كنت تلتزم بها، الزكاة تلتزم بتأديتها، الحج، الخمس، كذا، الأشياء الواجبة أو لا تنتقل الأشياء المستحبة كنت تلتزم بها. مو بس تلتزم بها، لا، تحقق أهدافها. شو الصلاة شنو تريد؟ الصلاة شنو هدفها؟ الزكاة شنو هدفها؟ الصيام شنو هدفها؟ تحقيق أهداف العبادات، الشعائر يعني. وطبعا الشعارات بمختلف صنوفها وشتى أنواعها مقدسة، ما في ذلك ريب، بل هي ضرورية دينية لا بد منها. لأنه يا أخي ما توجد فئة من الفئات في أي مجتمع من المجتمعات إلها مبدأ أو إلها دين إلا ولها شعار معين. هذا الشعار شو يسوي؟ يبرز قيمتها، يبرز شخصيتها، يجمع أتباعها. هذا الشعار يجمع أتباعها ويبرز قيمتها، لكن لا عبرة بالشعار وحده. الشعار وحده ما يكفي، بل بما يتركه الشعار من خلفه من أثر وفاعلية. وإلا الشعار وحده شنو قيمته يعني؟ وما أكثر الشعارات البراقة، يصورون لك الشعار يصورون لك الجنة، يصورون لك النعيم بالشعارات البراقة. تطالعنا المجلات، تطالعنا الصحف يوميا بشعارات براقة، اجتذاب للقلوب. حتى إذا تحقق الهدف من بعد هاي الشعارات، تحقق الهدف خلص انتهى كل شيء. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما قضي الأمر لا صلى ولا صام، الهدف وانتهى والموضوع وانتهى وكل شيء معك. والعاقل يفهم، انا ما اريد اتكلم ظاهر، لا، العاقل يفهم. نسأل الله عز وجل العون، ونسأل الله أن يخرجنا من كل ورطة نحن فيها. فالشعار يا أخي لا يكفي وحده، بل بما يتركه من ورائه، ما يترك من ورائه من أثر وفاعلية. ليس الغرض يا أخي من الصلاة مجرد الركوع والسجود، وإنما الهدف ما يتركه أو ما تتركه الصلاة من أثر في نفس المصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
شوف نفسك، تريد تعرف قبول صلاتك؟ شوف نفسك، هل أن صلاتك أمرتك بمعروف ونهتك عن منكر لو لا؟ فإذا تحقق هذا صلاة مقبولة، ما تحقق صلاة ما مقبولة مردودة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ليس الغرض يا أخي بأن نجتمع في المسجد أو نجتمع في الجامع لنهلل ونكبر لا إله إلا الله، وإنما نجتمع لنتآزر، لنتعاون على ما فيه صلاح المجتمع وإصلاحه، وإلا قيمة ما إلى تكبيرنا وتهليلنا، ما إلى قيمة أبدا، ما إلى قيمة. لابد أن نحقق هذا الهدف. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف الدقة المتناهية في التعبير. الآية الكريمة فيها دقة متناهية في تعبيرها. قالت فإن ذلك من تقوى القلوب. ليش ربطت التقوى بتقوى القلوب؟ لأن تقوى القلوب، لأن التقوى تقوى القلوب. التقوى الحقيقي هو تقوى القلوب. فالآية إنما ربطت التقوى بالقلوب لأن القلوب مراكز التقوى. فإذا ترسخ التقوى في القلوب وتمكن من القلوب ظهر أثره على سائر الأعضاء والجوارح الأخرى. التقوى يا أخي أمر معنوي، ليس هيكلا للأعمال. التقوى مو هيكل للأعمال الذي هي حركات وسكنات. الحركات والسكنات مشتركة بين الطاعة وبين المعصية، كالمس بين الزواج والزنا. شنو الفرق يعني؟ الفرق بين الزواج والزنا إيش؟ أو كإزهاق الروح مثلا في القتل قصاصا أو ظلما. يجيبه ويقتله قصاص، الشارع يقول له قتله، النفس من نفس، ترى لا قتله ظلم، هو ذبح، هو قتل، شنو الفرق بينه وبينه؟ أو مثلا الصلاة المأتي بها قربة خالصة لوجه الله أو رياء ونفاقا، كلها صلاة. أليس كذلك؟ ترى صلي صلاة قربة إلى الله خالصة لوجه الله. تارة صلي للرياء، هي صلاة، ايش صلاة وهي صلاة؟ اكو فرق لما اكو فرق؟ الفرق واضح يا اخي. فالتقوى يا اخي هو مركز التحكم باعمال الانسان وضبط تصرفات الانسان الحياتية على اساس مرضات الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أنتقل إلى موضوع الشعائر التي ننحو لها، نريد نناقش كلمة قالها الآلوسي في تفسيره روح البيان في تفسير القرآن عند استعراضه لهذه الآية الكريمة. يقول الآلوسي وقد استدل الشيعة ومن يحذو حذوهم بهذه الآية الكريمة على مشروعية تعظيم قبور أئمتهم والصالحين بإيقاد السر فيها وتعليق مصوغات الذهب والفضة عليها
بما فاقوا به عبدة الأوثان والأصنام وفيه ما لا يخفى. بربك ما هي العلاقة بين عبادة الأصنام وبين تعظيم قبور الأئمة والصالحين؟ أكو علاقة؟ هل هذا إلى منطق الحقد؟ منطق إنسان قطع قلبه الحقد ثم أليس هذا تأجيج لنار التفرقة البغيضة والعصبية المقيتة بين طائفتين كبيرتين من المسلمين؟ إلى متى نفرغ من هذا الكلام؟ إلى أي وقت تستمر هاي اللغوة بين هاتين الطائفتين؟ العالم شرد وغرب وهم يقصدون بعضهم بعض وكأن الطرف الثاني ليس مسلما. أخو أنت إليك رأيك أنا إلي رأيي، شنو الخلاف؟ هذا الخلاف خلاف فرعي يا أخي. أليس هذا تأجيج لنار التفرقة البغيضة والعصبية المقيتة بين طائفتين كبيرتين من المسلمين؟ ثم ما هو الترديد شنو هاي النغمة هاي؟ ترديد زيارة القبور وربطها بعبادة الأصنام والأوثان. ألا يوجد في الدنيا يا أخي من يعظم قبور أمجاده وعظمائه؟ وحتى الملحدين، أليس في موسكو قبر لينين؟ ويقف الناس صفوفا لزيارته وتعظيمه. ثم على الصعيد الإسلامي، أليس في بغداد قبر أبي حنيفة يعظم؟ أليس قبر عبد القادر الجيلاني يعظم ويزار؟ أليس في حمص قبر خالد بن الوليد في مسجد كبير يقف الناس صفوفا لزيارته والتبرك به؟ أليس في إسطنبول قبور للأولياء والصالحين تعظم؟ أليس في كافة أقطار الأرض قبور تعظم؟ فما هذا الترديد وما هذه النغمة وما هذه الضجة وما هذا التهريج يعبدون القبور؟ هل يوجد مسلم يعبد قبرا أو حجرا؟ ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، قالت الآية الكريمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. الشعائر لها معنيان، معنى لغوي وهو العلامة، ليست هدفنا، ليست موضوعنا، وإنما الموضوع الاصطلاحي، وهو تعظيم ما أمر الله عز وجل بتعظيمه. وبما أن العترة الطاهرة هم عدل الكتاب، عدل القرآن، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم العترة والكتاب، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بهما، فقال صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما هي طريقة التعظيم؟ لا شك أنها تختلف باختلاف الزمن، باختلاف الحالة أو الحالات مثلا. ففي الوقت الذي يكون تعظيم هذا الشعار أو هذه الشعيرة أو هذه الشعائر باجتلاء مواقف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يكون في وقت ثاني بعقد مآتمهم وذكر مصائبهم صلوات الله عليهم أجمعين،
وعلى هذا الأساس يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه: لولا هذه الشعائر وقيام هذه الأعواد والمنابر لما اخضر للإسلام عود ولما قام له عمود. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل شيء مقدس هو شعيرة من الشعائر، يجب أن تحترم، ينبغي أن لا تنتهك، ينبغي أن تراعى. هذا ما يأمر به الإسلام، وعلى المسلمين أن يتقيدوا بأوامر الإسلام. أي شعيرة من الشعائر لا يجوز هتكها، لا يجوز عدم احترامها. إذن ينبغي تعظيمها، ينبغي تعظيم هذه الشعائر، هذه المقدسات. ولكن الأمويين لم يحترموا أي شعيرة من الشعائر ولا أي محل مقدس من المقدسات. صدرت الأوامر من يزيد: اقتلوا حسينا ولو كان بين الركن والمقام، اقتلوا حسينا ولو متعلقا بأستار الكعبة. طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه لا بد وأن يعظم بيت ربه ويحترم هذه المقدسات، ويخرج قبل أن تنتهك به حرمة هذه الكعبة، فلا تكون حرمة لأحد قط. فترك الحج للحج، لأنه عليه الصلاة والسلام لو أقام وقتل لذهب الحج. أي شعيرة من الشعائر ماكو. ولهذا الجشي رحمه الله يقول: لولا وقوف السبط في كربلاء لم نرى إسلاما ولا موقفا، فحق أن ينظر باري الورى زواره من قبل من عرفه. هذا مأخوذ من الرواية التي تقول: إن الله لينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى من عرف بأرض عرفة، لأن الحسين هو الأصل يا أخي، الحسين هو الأصل. الله ينظر إلى زواره في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى من عرف بأرض عرفة. فترك الحج للحج، وجميع أعمال الحج قام بها في الحج الأكبر. أي حج أكبر؟ في كربلاء. أكو عند إحرام، أكو عند رمي جمار، أكو عند ذبح أضاحي. الله أكبر. طاف بالبيت وسعى وقصر من شعره وأحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة لأنه لم يتمكن من إتمام الحج. قصد المنبر وأعلن للجماهير عزمه وأنه سوف ينقل الثورة إلى كربلاء. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص ويوم خط بالقلم.
رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلاء ويوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله نزل عن المنبر وأحل من الإحرام معه 18 صالح لم يكن لهم على وجه الأرض شبيه. وأقبل أبو عبد الله إلى منزله الذي قطنه لتعرف النساء عزمه. كانت شقيقته وشريكته زينب واقفة بباب الدار ومن خلفها النساء، وكأنها على موعد بينها وبين الحسين. نظرت زينب وإذا بالحسين محل من الإحرام لابس للمخيط، يقولون وضعت يدها على قلبها ودمعت عينها واضطرب قلبها، وأقبلت على الحسين صاحت نور عيني، حبيبي مزاج ماء عيني حسين، إلا نازع أحرامك والخلق كلهم حرمي، والبيت بك متشرف ومسرور يا حسين. قالها نزعت أحرامك الحاج. إذا انتهى يحلق رأسه، أنت شو تحلق رأسك؟ قال تحليق رأسي دون هالعالم يحر، شمر الخنا بالسيف وحصيناه، شمر الخنا بالسيف حزن حيف
كبره يركب على صدري وحسينة، يركب على صدري وانا بحرة الغبرة، وانت على الناقة وعلى جسمي الطوفين، وما في ظل حاج للحرم للشام، أما الدعاء والتلبية ضجة الأيتام، هذا الجمل طايح وذاك الجمل على محمد. تقبل منا الأعمال، بلغنا الأمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل كلمة الذين آمنوا هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم احفظ جماعتنا الحاضرين فردا فردا، المسببون والمؤسسون في أنفسهم وعيالهم وأقاربهم ومتعلقيهم ومن تحوطه عنايتهم يا كريم، لأمواتهم وأمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات على الله.